نطلع هذا السؤال، هذا السؤال هلا بيختلف فكرته عن السؤال السابق، هو مش دائرته مش صعبة، بس الاختلاف الأساسي إنه هون ميو بطلت كونستنت، أوكي؟ ما راح أعطيك فاليو، أو بالسؤال ما راح يعطيني فاليو لميو، راح يعطيني البي اتش كيرف لهاي الماتيريال، وهذا طبعاً انترنزيك بروبرتي، فما راح يكون في دايمنشنز، راح يكون في بس الماتيريال، شو لازم تكون الأكسيس المحاور؟ البي اتش بس يكون بي اتش بالضبط، ما بصير تكون اف ام ام اف وفلكس، فاهمين؟ ام ام اف وفلكس بتصير لو انا عارف عندي كور وعارف طوله وعرضه وارتفاعه وكل الدايمنشن تبعته بقدر احول هذا لاف وبي اتش. فاحنا هون عمالنا بنقول ها البي اتش كيرف ما بصير يكون، ما بصير اعطيك انا كيرف يكون فيه اف او ام ام اف بامبير تيرمز ويكون فيه فلكس بالويبر امبير تيرمز. هذه اكسترينزك صارت تعتمد على الدايمنشنز تبعت الماده، ما لهاش معنى اعطيك اياها. الاحسن عشان يكون شيء كلنا نستعمله عالميا بغض النظر عن حجم الهاي، شو يكون الكيرف اللي بنسميه احنا بي اتش كيرف، اتش بي وميو. هلا بطلت كونستنت، ميو صارت علاقه زي هون، فهذه امبيرز بير متر او اورستد، بس الاورستد مش اس اي يونت، وهذه راح تكون تسلا، وهي راح تكون العلاقه زي ما هي هون مرسوم بهذا الشكل. شو بنلاحظ الان على هذا الكيرف؟ في شيء مهم بنلاحظه عليه. لوغاريتميك. علي صوتك. لوغاريتميك. لوغاريتميك تمام، الاكس اكسس لوغاريتميك، فالماجنتايزنج اللي هو مسميها بالكتاب هون ماجنتايزنج انتنسيتي، بس احنا بنفضل نستعمل ايش؟ ماجنتيك فيلد سترينث لاتش، اوكي؟ وهيها ان امبير، اللي هو حاططها امبير تيرمز بير متر، الاحسن نقول الماجنتيك فيلد سترينث هو امبير بير متر، فهذا هو البي اتش كير اللي هون، امبير بير متر اتش كير، وين البي؟ البي حاطه هون. هلا لاحظوا هون ايش اعلى قيم بنوصلها في بي؟ بالتسلا عادة صعب نوصل اكثر بكثير من واحد، واحد ونص، اثنين، ها؟ فاعلى شيء هون موجود، وايش بدا يصير عندنا هون؟ ساتشوريشن. عم بصير في عندي ساتشوريشن هون، بعد فترة معينة ايش اللي عم بزيده؟ عم بزيد ال ان اي، بزيد ال ماجنتو موتيف فورس، بزيد اف بالامبير تيرمز، بزيد الكرنت، بس بالرغم من ذلك ما عم بزيد معي الماجنتيك فلكس دنسيتي بنفس القيم. هلا لو جيت عند اي نقطة بهذا السؤال، هل راح نيجي في عنده نقطة معينة، راح ناخذ هاي النقطة، راح يسألني سؤال يقول لي بدي احقق فلكس معين في هذا الكور، بس الفلكس انترنزيك ولا اكسترنزيك بروبرتي؟ الفلكس فاي اكسترنزيك، ما بقدر ادخل على هذا الكيرف فيها، لازم احولها، بدي احولها لبي، ومن بي بعدين احسب واطلع ايش اتش المطلوبة. فهي الفكرة الأساسية المختلفة بهذا السؤال عن السؤال السابق اللي اطلعنا عليه. هلا اذا جينا اطلعنا على هذا المثال هون، معطيني الكروس سكشنال اريا 150 سنتيمتر مربع، 150 سنتيمتر مربع يعني الاريا بتساوي 150، حتى الغي السنتيمتر المربع ايش بقسم؟ على 10 على تمام، او 100 تربيع يعني 10 للقوة 4، فهاي بتشطب بتصير هاي متر تربيع، فبتساوي 150 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 سكوير متر، هي اريا. بعدين طالب السؤال بده فلكس قيمته 0.012، فالفلكس الريكوايرد بتساوي 0.012 ويبرز. ويبرز ما في هون ويبرز، ايش في هون او هناك عفوا على الواي اكسس؟ تسلا. فبدي احول هاي، بقدر احولها لتسلا، عندي الاريا وعندي فاي، فبنيجي بنقول بي الريكوايرد بيساوي فاي اللي هي 0.012 على هذا الرقم اللي هو 150 في 10 to the minus 4، وتأكدوا لي المفروض يطلع الرقم حوالين 0.8، حتى تتأكد بس على الحاسبة تبعته مظبوط؟ تقريبا بيطلع 0.8، ايش بعمل الآن 0.8؟ وين بجيب ال 0.8؟ بنحطها هون على الكيرف، فبنقول لما هذا السيستم يكون التسلا فيه الماجنتيك فلوكس دنسيتي 0.8، شو بتكون ال هاي اوكي حتى اقدر اشوف ايش بدي احققها، فالقيمة هون تقريبا هي 50 60 70، بدك تدير بالك لما تقرا من هذا الكيرف ما تعمل لينيرايزيشن، يعني بدك تنتبه على لينيرايزيشن لانه هذا لوغاريتميك، المسافة بين الواحد واثنين مش مقسمة بالتساوي 0.11 0.12 0.13، فاهمين؟ هذا هون عندي تقريبا 100
هي 120 هي المفروض ما تكونش بالضبط 120، انا مقدرها هون قدرناها بالسؤال ماشي اوكي انا اخذتها 120 فبناخذها، فالرقم اللي مطلوب هون هو 120 فلازم احقق الان 120 ف H required 120 شو وحدتها؟ امبيرز بير متر. هلا بدنا نشتغل الشغل تبعنا حتى نجيب 120 امبيرز بير متر في هذا البورت.